شقرة يلي عادة بيصمم هوت كوتور بس اليوم عم نشوفه بنيويورك. ثالث سيزن مع إديسيون جورج شقرة. رابع سيزن. هيدا رابع سيزن وبقت عم يمرق بسرعة. بسرعة. بس بدي أسألك، عادة كلنا بنسألك عن الثياب يلي بتعملها لإلنا، بس بدي إياك أنت شو لابس لأنه على طول بتطل بكامل أناقتك. مرسي كل الذوق، بس بشكل عام يعني إنه بتلبس شيء بيريحك ويكون لأنه بكون في كتير تصوير، فبحس إنه الكرافات بتعطي هيك شيك للرجال، وإنه ما بدها تعقيد كتير يعني إنه واحد بيلبس بيريحه يعني إنه ممكن بنطلون جينز مع جاكيت مع بليزر حلو، كرافات وقميص أبيض، يعني أنا بحب الكرافات السوداء على طول، ف هين القصة ما كتير معقدة. بس انت كتير انيك يعني تسلمي. حتى لما تطل اخر مرة عندك هيك رهجة. تسلمي. مرسي مزوي. شو رح نشوف هلأ بالكولكشن تعيسك فيتجي؟ حنشوف بالكولكشن صيفيتجي 46 لوك، في عنا داي تايم، في عنا كوكتيل دريسز، وعنا ايفنينج دريسز. قسمناهم يعني داي تايم، يعني داي تايم بقصد داي تايم يعني انه بعد الظهر يعني. شغلة معمولة للست اللي بتحب اللبس يعني بتحب تكون هيك أنيقة وتلبسهم بعد الظهر عند غدا عند عشاء، وفي شيء بفتكر مور فن أكتر بيرجع على القصص الكوكتيل دريسز لأنه اللي أنت بتحبهم أكتر. أي يعني فيهم قصير كتير وفيهم قصص، اشتغلت كتير هالمرة قصص مثل دي بيي، يعني مثل بايبينج او بيي او سترابس، ولفيتهم على الجسم لانه كان في فكره اشتغلت عليها. هي انا شفت اثنين تور بتورونتو اسمهم ابسولوت تاور. والابسولوت تاورز هدول عجبوني، يعني اول شيء شكله مش طبيعي، يعني بتحسيهم هيك التور عم يرقص، يعني بتحسيه هيك ملولب، بتحسيه كانه ست يعني. فكتير عنوا لي شيء، واشتغلت ساعتها كتير يعني لفيت الجسم مش بنفس الشكل يعني، بس كانت في انسبيريشن كتير قويه من القصص هذا هيك اللي بتحس عم ترجع للاركيتكتشر. اي بس ان مش بطريقه جامده يعني ان فيري يعني سوفت واي. والعشيه عندنا قصص، عندنا شويه موسلين وعندنا قطع اومبري، يعني خرج هيك واحد على ايبيزا مثلا عباله يعني بدها مشوار وعملت في كتير جرسي بالاخير حسيته مع الجسم كتير عم يعطي حلو يعني، وبتحسي بلند وذ بادي. يعني مين هي المرأة الأنيقة للأستاذ جورج شقرة؟ عندها شيء يعني، إذا يعني الستايل اللي بتلبسه ظابط مع الكاركتر، ظابط مع جسمها، بفتكر ما في ست منها أنيقة إذا هيدي القاعدة اللي تبعت يعني. مظبوط. وأنت شو بتنصحنا؟ شو بتنصح المرأة بشكل عام؟ يعني وقتها بدها تنقي ثيابها، وقتها بدها تنقي الوردروب تعيتها بغزلتها، شو بتنصحها؟ شو بنصحها؟ ما فيك تنصحي ست يعني، بس انا بقول لها انه مثل ما قلت انه ما في ست منا شيك يعني، بس اذا بس اخذت بعين الاعتبار العمر وال عرفتي كيف يعني مجرد تلبس مثل عم تقول لي مثلا عندك قصير، ما علي فينا نلبس قصير، حتى اذا فينا نلبس قصير يعني في عمر معين القصير بيوصل له، يعني انه مره عمرها 60 سنه لابسه انه صعب شوي، انا بعتقد صعب شوي يعني في عمر معين، يعني هلا اذا الاجرين حلوين وهيك انه بس في عمر معين يعني، بفتكر بعدين بتصير قصه مبتذله يعني كثير حلوه يعني. عندك شيء هيك انه بدك سيلبرتي يلبسوا؟ بحب على طول السيلبرتي يلبسوا يعني. مين عم تلاقي انه عم يلبق له ستيل جورج شقرة؟ كلهم يعني بلاك ليفلي ليتلي بجاسب جول كثير حلوه، ومع انه نفس القطعه لبستها جينيفر لوبيز قبل يعني كان في ولبسوا بكل وحده بطريقه ثانيه بالاثنيناتهم يعني. ما شاء الله عليهم، الف مبروك، ان شاء الله بون شانس لك. ميرسي.